اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني. معاكم رضوى جلال وحلقه جديده هنا في القناه. والنهارده من الحلقات المواضيع اللي انا تقريبا مش بكلمتش فيها كتير، بس نظرا ان الفتره اللي فاتت دي اعتقد اكتر فتره سيدات وبنات كتير فكروا فكره مشروع صغير في البيت، وكمان مع الظروف الماديه فكره ان تنوع مصادر الدخل للاسره. يعني حتى لو الزوج بيشتغل احيانا بعض الزوجات لما بقت تلاقي وقت، يعني جزء من الوقت مناسب ان هي تعمل زي نوع من انواع النشاطات، بقى كمان هم بيفكروا يعملوا مشروع صغير من البيت. انا ده شكل، او حتى مش من البيت بس عشان نقول ليه من البيت، لان هو ده اللي رائج يعني. فخليني النهارده هقول لكم على شويه اسس ونصايح قبل ما تبداي في اي مشروع بغض النظر عن المجال في الفيديو ده. فارجوكم ان انتوا ان شاء الله الفيديو ده تنشروه مع كل اصدقائكم والناس اللي بدات مشاريع، عشان اعتقد ان شاء الله الكلام ممكن يفيدهم وتبقى نصايح وتحذيرات قبل لما يحصل مشاكل. قبل كل حاجه، لو انتوا مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. هتخيل المشروع من اوله خطوه خطوه من البدايه، وهحذر في شويه نقط. الكلام هيبقى استرسالي مش كورس، بس اعتقد هيديكي شويه نقط مهمه تحطيها في بالك قبل بدايه المشروع. اول نقطه وهي النيه. سبحان الله، احنا لما نيجي مثلا نعمل اي عباده، صلاه، صوم، زكاه، اي نوع من انواع العبادات، ايه اهم شيء او ايه اكتر شيء احنا المفروض بنستحضره؟ النيه. النيه ان انت تنوي تعمل شيء، او انت بتعمله ليه، انت بتعمل ده ليه. ده السؤال اللي دايما انا بقوله لاي بنت بغض النظر عن المجال اللي هي بتعمل فيه. انت بتعملي الشيء ده ليه؟ هل انت بتعمليه عشان انت بارعه فيه؟ هل عندك خبره فيه؟ لا. طب بتعمليه ليه؟ تسليه ولا عشان ده مصدر رزق؟ تقولي مثلا لا، مجرد تسليه. كلمه الناس او عندي وقت فراغ فبحاول استغله، 90% مع كامل احترامي للناس اللي هتقول عندي وقت فراغ بستغله او تسليه او 90% للاسف مش هيكملوا، لان ببساطه الشغل بيستهلك منكم كميه طاقه ومجهود وحرق اعصاب. فمجرد هيجي الشيء المهم ده يعني اولويات الانسان، مش هتلاقي نفسك مهتمه فهيموت البيزنس. فلو مبدا تسليه او تضيع وقت والكلام ده، انا انصحك خدي كورسات، اعملي مثلا عمل خيري، مثلا العبي رياضه، لكن البيزنس عمره ما كان تسليه. دي نقطه. النقطه الثانيه، هتقولي لا انا مثلا بحب الموضوع الفلاني، دول نخليهم على جنب، انا عندي المقدره والهوايه والكلام ده. لا، انا بعمله عشان هو انا شايفه الفتره اللي فاتت ان الناس كلها بتكسب من الشيء ده. دي جملة معروفة جدا بتتقال، ان ده كل الناس فتحوا قناة على اليوتيوب، ده كل الناس عملوا بروجكت الفلان، ده كل الناس بيبيعوا لبس اونلاين، ده كل الناس بتطبخ. دي من اكتر برضو الاخطاء اللي ناس كتير بتفكر فيها. تأكد في الوقت اللي انت بتقول ده كل الناس بيعملوا كذا، العالم مش مغيب، يعني في ناس كتير عندهم نفس الذكاء والقدرة ان هم يستوعبوا ان المجال ده والله ماشي حلو. بس انت مين قالك ان ماشي حلو؟ قلة المعرفة احيانا بتصور لنا ان الشيء ده كبير وجميل وليه ابعاد كتير فظيعة احنا ما نعرفش. انا هديكم مثال، هديكم مثال ممكن يصدمكم ليه في حاجات كتير بتبقى باينة انها مربحة قوي، بس هي في الوقت في يعني في النتيجة النهائية مش شرط تبقى مربحة. على سبيل المثال في تجارة الملابس، ناس كتير تقولك الله ده اللبس ده بيكسب، ده بيحطوا بيجيب القطع بكذا بيبيعوا بكذا. في كمية تفاصيل في مجال مثلا زي الملابس، حاجات كتير جدا محدش يعرفها، زي ان في مرتجع وهالك، وفي جزء ما بيبقاش مقاسات ما بتتباعش، فبتضطر يا اما تبيعها بسعر التكلفة يا اما ما بتتباعش خالص. في حاجات بتحصل فيها اخطاء، في مثلا عيوب صناعة وهكذا. فانتم يعني فكرة التسعير الناس بتبقى متخيلة ان مثلا عشان الشيء الفلاني بكذا بيتباع بكذا يبقى اكيد الشخص ده كسبان جدا، ده مش حقيقي. الحاجات دي بتحصل بعد ليميت معين، يعني بعد ما الشخص يبيع من الشيء ده عدد معين ممكن يكسب، لكن هو من داي 1 شرط يكون كسبان؟ لا مش كسبان. ففكره ان ناس كتير جدا برضو بيزنسز من اكتر للاسف البيزنسز اللي يعني الفتره اللي فاتت ناس كتير جدا عملوها وفشلت، الاكل. ناس كتير جدا بتتحمس لفكره الاكل والمطعم وهكذا. طبعا فكره الاكل مشكلتها ان هي يعني الانسان بياخد قراره من مره واحده، يعني انت مره واحده رحت جبت اكله ما عجبتكش، يعني لا تتخيل
رد فعلك ازاي بيبقى على، يعني ممكن الناس تسامح في حاجات كتير الا الاكل ما بيسامحوش فيه ابدا. المشكله الثانيه انه نفس المبدا، الكوستات الاولانيه زي المكن زي حاجات التغليف زي التعبئه زي تبقى عاليه، وممكن برضو ما يمشيش حاله. لو في البيت طبعا الموضوع ممكن يبقى ابسط شويه، بس بيبقى فيه عدم ادراك لحساب الحاجات اللي انت هتستهلكيها، اللي هي هتوصلنا بقى للنقطه اللي بعد كده وهي حسب التكاليف. كتير من الناس تقول لك ايه رخص على الناس عشان تبيع اكتر وتشتري اكتر والكلام ده، وهو متخيل ان الدنيا هتمشي الناس هتنبهر، ومجرد بس عشان هو عامل بسعر هو مقتنع ان هو كده كسبان، بس هو حقيقه خسران. ازاي؟ انت المفروض الانسان اصلا يسعر وقته. يعني انا الساعه بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي دولار 2 10، ساعتك بتساوي كام؟ انت اصلا في وقت انت بتستقطعه، لان لو بعد كده في حد بيعمل نفس المهمه المفروض انت بتديله زي مرتب. دي نقطه. النقطه الثانيه الكميه استهلاك الحاجات اللي موجوده. يعني مش معنى ان انا بستخدم مطبخي والغاز اللي عندي والكهرباء اللي عندي وكده ان هو عادي، لا ده هيحمل اكتر على مثلا تكاليف البيت. فانت لازم تكوني متفهمه ان في غرفه بقت عندك اللي هي مثلا تخزين حاجاتكم اللي هي بتاعت الشغل ده، وانت كده في حاجه من حياتكم استقطعت. يعني في ثمن ايجار المفروض يتحسب، في ثمن كهرباء المفروض يتحسب حتى لو بيتك، في ثمن غاز، وهكذا حسب التكاليف وحسب شكل المشروع. ناس كتير جدا ما بتحسبش الحاجات دي، ويلاقي نفسه بعد شويه في حاجات زادت عليه وهو متخيل انه بيكسب، بس في الحقيقه هو كمان ما بيبيعش. يعني هو سعره رخيص والناس برضو مش عاجبها وبترجع. طبعا دي هنوصل للنقطه اللي بعدها. ابدا ابدا يعني ما تتخيلش ان ترخيص سعرك هو ده اللي هينجحك في اي بزنس ابدا، لان للاسف ترخيص السعر بيؤدي للنزول في مستوى معين حسب شغلك. ولكن تذكر دائما ان الحيتان هي التي ترخص السعر، بمعنى السوق متقسم، اي مجال في الدنيا لازم تكون متفهم ان في منافسين قبلك وبعدك، فالمنافسين بيبقوا متقسمين. في ناس بتمشي بسياسه الميجا زي الميجا ماركتس زي السوبر ماركتس الكبيره، هو بيجيب كل البضاعه باشكال والوان وبيعمل عروضات وخصومات وكده، وهو يعني بيجذب نوعيه من الزبون اللي ما عندوش مشكله يقعد يلف ويدور ويجرب كذا نوع جبنه ويجرب كذا نوع لبن، وفي الاخر يوصل للشيء الكويس وخلاص. ولكن في نوع تاني وده اللي بيبقى الشخص الذكي، اللي هو مثلا يقول لك لا انا هعمل سوبر ماركت صغير خالص، هجيب منتجات جورمي، منتجات فخمه، منتجات جميله متعبيه بطريقه كويسه، وهيبقى سعري اغلى 30-40%. ده مش غباء منه ولا شيء، لان هو بيقدم خدمه جديده مقابل ده. انت لا محتاج تخش الماركت ولا محتاج تلف، انا يا سيدي هجيب لك الحاجات الحلوه بس وهرصها لك بشكل سهل، هتاخد عندي 5 دقايق، يا سلام ده انا ممكن اوصلها لك وكذا وهكذا. فهي فكره انا دايما برخص عشان ابيع وابتدي وانا في الاول والكلام ده، لا انت عمرك ما هتكسبي او عمرك ما هتنجحي في مجالك وانت مبدئك دايما السعر، لان تاكدي السعر بيجي على حساب الجوده ولو بعد حين. مجرد هتكتشفي ان انت حاسبه الكوستات غلط اللي هي التكاليف غلط، وحاسبه السيستم بتاع شغلك غلط، تلاقي نفسك ابدا مش قادره تكملي. النقطه اللي بعد كده وهي الاستذكاء، انا بسميها الايه؟ النصاحه بتاعت يعني عفوا والله مش عايزه ابقى جادجمنتال او ابان ان انا عنصريه، بس انا بحسها احنا العرب مميزين، الفقاقه العربيه النصاحه العربيه، وهي كالاتي: ابتدي شغل انا مثلا بتاع عصير، فبيتورد لي مثلا المانجا او مثلا فاكهه معينه مهروسه، وانا بس بضربها مع السكر واللبن وبعمل الحليب وبعمل عصاير مثلا، فانا استذكى اقول ايه وانا ايه اللي يخليني انتظر الراجل اللي بيجيب لي الفاكهه المهروسه، لا ده انا هروح بقى الحقل واجيب بقى الفاكهه بارخص سعر. ودي بقى للاسف يعني من اسوأ، ويعني دي اكتر فكره ممكن تدمر اي بزنس ناجح كمان. يعني تبقي انت ماشي حالك وبداتي فبتزاكي بقى، بتقولي لا وانا ليه اجيب من المورد الفلاني، لا انا اروح بنفسي اشتري، ده انا اروح طب وانا ليه اصلا اشتري، طب ما اصنع. وللاسف الشديد خطوات بتسبق يعني سنين ضوئيه. انت بتبقى متخيل ان انت ذكي جدا وهتوفر وتعمل زي قص في التكاليف، لكن الواقع بيكون ان 90% اللي بيحصل انك بتتحمل تكاليف اضافيه، لان اصلا دي سياسه كده في اي مجال عشان تبقوا فاهمين، ان الاشياء بتمشي كالاتي:
مثلا انا عايزه كتب، الالف كتاب بيبقوا طبعوهم بكذا، المئة كتاب قد يكون سعرهم قريب من الالف كتاب، ودي الصدمة. طبع المئة كتاب قد يكون سعرهم قريب من طبع الف كتاب. ليه؟ لان العدد في الصناعات الكبيرة بيوفر. فساعات الناس تستذكى تروح تقول لك لا انا بدل ما اشتري الكتب انا هروح هطبعها بنفسي مثلا. فانا هيروح يطبع كام؟ هو لسه في حجم لا يستدعي التصنيع، هو بيزاكى يقول لك لا عشان انا اوفر على نفسي، فبيروح يقوم واخد، متخيل ان هو مثلا هيصنع لنفسه، فالحقيقة انه ممكن يعمل اوردر لنفسه يجي له المنتج اغلى من مكان بيشتريه جملة، او زي ما يقولوا اللي هو الهول سيل. وكمان بيجي له ممكن يكون في عيب لانه ما عندوش الخبره انه يقول والله لا ده كده حلو ولا كده وحش، ويلاقوا نفسه راح في الحيط. وفي بقى اللي بيستذكى الذكاء الاعلى بقى، المرحله الاعلى خالص، وهي انه مثلا يقول لك انا هعمل مصنع كتب وهكذا. فبصراحه دي من اكبر اخطاء، وللاسف دايما بتكون نصيحه من ناس مش بتفهم في المجال، شايفينكم نجحتوا ويقولوا لكم بقى ايه، طب ليه ما تبداوش تعملوا مصنع، طب ليه ما تعملوش ماركتكم، طب ليه لازم نبقى، طب ليه، طب ما تكمل يعني اكسب بقى، يعني اكسبوا فلوس استفادوا. لا ازاي الايجو، او للاسف كتير من الناس لما تيجي تعمل بيزنس بتشوف نفسها في البيزنس، يعني عايزه ابقى رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدى، يعني هي عايزه تحس احساس البيزنس اكتر ما هي تكسب او بيزنس يقوم فيبقى دخل، مصدر دخل. عشان كده نرجع تاني النية، لو انت عايزة احساس المركز وكده يا ستي اعملي حاجة هواية وصوري نفسك واعملي صفحة انستجرام وابدعي. لكن انت بقى فكرة التجارة ما فيهاش مشاعر، بيزنس از بيزنس زي ما بيقولوا، فالتجارة ما فيهاش مشاعر. تأكدوا، ودي بقى اللي هي النقطة اللي بعد كده، وهي العشم. ايه العشم؟ ناس كتير بتعمل بيزنس متخيلة بقى كل الناس بتقول يلا ابتدوا، يلا اعملوا البيزنس بتاعكم، مش عارفة ايه، اي تجارة مثلا وليكن هتتاجر في اكسسوارات، فكل صاحباتك تقول لك انت قاعدة تجنن، او لازم تعملي لنا ماركة وتعملي لنا عقاد عشان احنا نشتري منك، والبنت يعني تتحمس وتنزل تجيب بقى اكسسوار وحاجات العقاد وتعمل وتصور ووي، وتلاقي في الاخر من صديقاتها واحدة او اتنين اشتروا وعلى استحياء. اللي انا عايزة اقوله لكم وهي النقطة اللي بعد كده، الزبون يعني مينفعش انت تخلق النية، يعني هو لو هو عايزك طبعا انت ممكن يعني تعمل ماركتينج، بس فكرة ان انا ناس كتير من اصحابي ومعارفي واقربائي قالوا لي ان هم هيساعدوني وهيشتروا مني، الشفقة او الشراء، الشفقة او الشراء المساعدة السبورت الاولاني ده بيشتروا مرة واحدة بس، وقد يجوا لك تاني لما تبقى حد كبير وناجح قوي واسمك كبير وخلاص بقيت ماركتك في كل حتة، ساعتها ممكن يجوا يشتروا منك تاني. لكن تأكدوا انه محدش هيشتري منكم عشان انتوا صحابه ولا انتوا قرايبه، دي ممكن تبقى مرة مرتين، وكمان بيبقى فيها استحياء، يعني هو كمان ممكن يكون هو من جواه مش شايفك انت الشخص اللي ممكن تكون تعمل ده قوي، او من كتر ما هو عارف تفاصيل شغلك وانت بتحكي فمش مقتنع، يعني في حاجات كده كان الافضل ما يعرفهاش. ولكن في الاخر يعني عفوا، الدايره دي لو انتوا اعتمدتوا عليها اصلا هي دايره صغيره، ما تقدرش تقوم مشروع كذا شهر وكذا سنه، يعني اصلا غير منطقي ان انتوا تحطوهم في حسبانكم، قد يدعمكم معنويا، قد يجيبوا لكم شويه اصحاب كده يمثلوا ان هم بيشتروا منكم، قد، لكن ابدا مش هيبقى ينفع يبقى الدايره دي هي الدايره اللي تقومكم، انتوا لازم تتسعوا الى نشر او طريقه الابداع في التسويق لمنتجاتكم. ودي هتجيب لنا النقطه اللي بعدها، كتير من الناس للاسف، وانا كذا مره كنت اقعد بعمل كونسلتيشن، بعمل زي استشاره في البيزنس لبعض الشركات وبعض الاشخاص بشكل شخصي، ودي حاجه عادي انا بحب اقولها دايما ان انا بحب اعمل الموضوع ده بشكل دوري، وبتبقى نوع من انواع البيزنس اللي انا بستمتع بيه اصلا. حد انا قلت لهم مقوله مهمه جدا، نوع تجاره معين هي كتجاره في الملابس، فانا قلت لهم عشان توصلوا ان انتوا يعني تبيعوا الحاجه بالسعر ده لازم تحطوا على الاقل 25%، يعني بعض الانشطه زي الملابس مثلا بالذات لو براند يعني مش تجاره، انت عايز تبقى ليك اسم، بتحط على الاقل 25% من راس مالك او من قيمه المنتج او من تسعيره دعاية، تمام؟ يعني على سبيل المثال انتوا مثلا المنتج هتبيعوه مثلا ب $100، على الاقل المنتج ده لازم يتحمل $25 دعاية. طبعا انا قلت لهم الرقم ده نسبة وتناسب، هم عايزين يبيعوا مثلا ب $100,000 يعني هيسوقوا ب $25,000، طبعا جالهم صعقة، يعني ايه $25,000 ندفعهم في الدعاية؟
الدعاية ليه؟ وقعدت بقى انا اقترح عليهم اقتراحات مناسبه للوضع بتاعهم، يعني كان في مكان معين في بلد معينه كان اكتر شيء مناسب في المكان ده حاجه اسمها المعارض والايفنتات وبتاع، وبتجيب حد مشهور وبيعملوا لكم جو وجو كده. فكان في اعتراض فظيع على الرقم. وبعدها المضحك المبكي ان البراند ده بسبب ان هو كوستات الدعايه المباشره هو شايف ان دي تضييع فلوس، لانه مش لامسها بشكل مادي. يعني كتير من الناس تصرف في اي حاجه، يجيبوا مكتب، يجيبوا كمبيوتر، يجيبوا خزنه، يجيبوا سجاد، يجيبوا مكن، يجيبوا، لكن تقول لهم اصرفي في اعلانات على الفيسبوك او الانستجرام او يوتيوب او ادوها للانفلونسر او يقول لك لا هياخد مني 3000 دولار. وده حق، وهو يعني معلش هو المتابعين دول بتوعه، هم بيقولوا كده، حتى لو بيقولوا كده هم بتوعه عفوا، يعني هو يعمل لك وانت ليه ضيع وقته معاك ليه؟ لكن احنا عادي، احنا بنيجي عند حاجاتنا بنستحل طبعا كل حاجه. فالمهم الشخص ده رفض الايه الكلام ده. اللي حصل كالاتي، ان طبعا في كوستات شغاله اللي هي الايجار والتكاليف وهكذا. اللي حصل انه بعد وقت البيزنس للاسف يعني اتكلف فتره مثلا 6 شهور لسنه تقريبا 10 اضعاف الرقم اللي انا اقترحته في التسويق، تمام. وللاسف الراس مال خسر والمشروع خسر وقفل كله. فطبعا ده شيء محزن ان احنا يكون تفكيرنا صغير كده، نكلف في كل شيء ونيجي عند الحاجات اللي احنا شايفين انها مش محسوسه، عشان انا مش قادره امسكها بايدي بالمعنى الفيزيكال. فمن يعني عفوا من جهلي اقول لا انا مش هصرف في الحاجات دي ليه؟ يعني تخيلوا مثلا هم كانوا بيقولوا لا احنا نعمل مطبوعات، احنا في العصر الجاهلي مطبوعات ايه؟ مين دلوقتي يعني عفوا انتوا بتمسكوا مطبوعات تقروها؟ يعني لازم الانسان يكون واقعي، انت بتبيع لمين؟ فين؟ ايه ادوات البيزنس اللي شغاله دلوقتي؟ فطبعا ده شيء مهم جدا ان انتوا تتاكدوا ان في جزء من التكاليف هتصرف في الدعايه، هي نسبه وتناسب. اكيد مش واحده بتعمل مشروع اكل في البيت هقول لها صرفي في الدعايه كتير، بس قد تكون صرف الدعايه بتاعتها انها تعمل وجبتين ثلاثه ببلاش لبعض الانفلونسرز اللي في الليفل بتاعها. ودي نقطه مهمه هتنقلنا عند النقطه اللي بعد كده. انا حابه اديكم اكبر قدر من المعلومات سريعه، يا ريت تسمعوا الفيديو اكتر من مره لاني عارفه ان طريقه سردي سريعه شويه. وهي انك انت تحط نفسك في مستوى، في برضو من الاستذكاء، هي نفس الفكره بتاعت ايه انا هوفر انا هعمل، في برضو حته ايه انا هعمل كل المنتجات وهبيع كل الاشكال وهبيع لكل الزباين. حدد زبونك، مش عيب ابدا ان انا ابقى مثلا بعمل مشروع اكل اقول انا عايزه اعمل مشروع اكل للناس اللي بتحب سندوتشات الكبده الخفيفه والاطفال بتوع المدارس مثلا، وهخلي ابني مثلا يمسك السندوتشات بعد المدرسه يقف، والساندوتش مثلا بما يوازي دولار مثلا. ايه المشكله؟ ايه العيب في كده؟ لا في ناس بتاخد الموضوع بحساسيه، يعني ان انا يعني هل معلش ملوك محلات اللي هي الحاجات اللي هي 1 دولار والمش عارف ايه، هل الناس دي فقراء مثلا؟ لا، يعني في فرق كبير قوي ان انا ببيع لمستوى معين او فكر معين وانا ايه. طبعا انت لازم تكون دارس بيهيفير الكاستمر او يعني تفكير الزبون بتاعك، ولكن يظل ان انت تحدد الزبون ده شيء اساسي، ومش شرط تكون انت هو. دي نقطة مهمة جدا، يعني مش لازم ابقى انا، ولكن في بعض الصناعات الخفيفة زي مثلا لو انا واحدة بفهم قوي في مثلا انا بلبس عقد حلوة، طبيعي ان انا هبيع للبنات اللي زي، يعني لو انت الحرفة بتاعتك قايمة على هواية عندك وكده. طبعا قد يتشابه المستقبل لحرفتك معاكي، ولكن يظل انك لازم تحددي انت بتبيعي لانهي مستوى، والمستوى ده بيتكلم في ايه؟ هل بيتكلم في السعر؟ هل بيتكلم في التغليف؟ هل بيتكلم في الجوده؟ هل بيتكلم في خدمه العملاء؟ هل بيتكلم في مثلا طريقه معينه؟ هل بيتكلم في انك تكوني قريبه منه؟ ايه؟ ايه شكل حياته؟ ايه شكل فكره؟ لكن جوه انا هبيع كل حاجه وهبيع لكل الناس، ابدا. التخصص احسن شيء، وتحديد زبون معين بمواصفات، ان شاء الله تحددي سنها وشكلها وطولها وزن كل حاجه حدديها، هيسهل عليكي كتير. يعني كتير من الاسف من الحاجات الخلطات الفادحه اللي بتعملها ماركات كتير بالذات في الازياء والملابس، ان هم يقول لك ايه لا احنا هنبيع للمحجبه اللي مش محجبه. لا طبعا، يعني هي اللي مش محجبه ما عندهاش ازمه قوي، هي بتختار حسب الوقت بتاعها وحسب المودست لوك بتاعها. لكن مين اللي عندها مشكله وبيفرق معاها؟ يعني انا كتير لما اشوف فستان واحده مش محجبه لابساه باخد وقت عشان اتخيل، تخيلوا انا اللي بفهم في اللبس مش بسهوله بتخيله في حجاب، ما بالك بقى باللي ملهاش في المجال. لا طبعا، انا شايفه كبزنس وايز بدليل الناس زي الصين عاملين دلوقتي مواقع كامله او صفحات كامله ومنتجات كامله بيبقى الموديل نازل بحجاب اصلا، ان يعني هو عارف وفاهم
ان المحجبه بتبقى عايزه الموديل بتاعتها لابسه حجاب عشان تقدر تفهم الفستان، انت كده بتقربي لها الصوره جدا، وده من الذكاء. وبكده اعتقد انا اديتكم شويه افكار، اكتبوا لي تحت في التعليقات لو انتوا ليكوا اي خبره. انا عارفه ان الفيديو ده مش لكل الناس، بس اعتقد اي حد فيكم ليه حد في اسرته عمل مشروع او بيعمل مشروع، يا ريت تبعتوا لي الفيديو ده ان شاء الله يفيده. واكتبوا لي اسئلتكم في التعليقات، ولو في اي استشاره تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام بتاعي اللي هو ده رضوى جلال اوفيشيال. وان شاء الله يعني نلتقي في حاجات كده تانية مختلفه شويه عن القناه، بس اكيد ان شاء الله هتفيدكم. واشوفكم على خير، مع السلامه.